أجمل. معلمتي لقد اختلفنا فيما بيننا، من الأفضل من الأجمل؟ قولي لنا، من الأفضل من الأجمل؟ ومن أنت؟ أنا العين، ولولايا ما قرأت من الكتاب ولو نظرت من التلفاز. يا لك من مغرورة، أنا الأجمل، أنا الأفضل. ومن أنت؟ أنا الخضر الجميل لا يعرفني. لولايا ما سمع الإنسان صوت الأذان. كلكم مغرورون، أنا الأفضل، أنا الأجمل. أنا مسؤول عن التنفس والشم. أنا الأفضل، أنا الأجمل. ومن أنت؟ أنا اللسان، أنا مسؤول عن التذوق الطعام، أنا مسؤول عن الكلام. كلكم مغرورون، أنا الأفضل، أنا الأجمل. ومن أنت؟ أنا الجلد، أنا مسؤول على حاسة اللمس. معلمتي هيا قولي لنا، من الأفضل من الأجمل؟ وهل نسيتم أنكم تشكلون جسدا واحدا؟ نعم. أشم روائح بأنفي. ليه؟ أسمع أصوات بأذني. أتذوق الأطعمة بلساني. ألمس الأشياء بيدي. أرى الأشياء بعيني.